تعد مصر من أوائل الدول العربية التي بها خطوط سكك حديدية بعد بريطانيا، وما نشاهده الآن ماكينة طبع التذاكر، أو أول ماكينة لطبع التذاكر في مصر. بجوارها الصندوق الخاص لحفظ تذاكر القطارات لجميع الخطوط. يتم طبع التذاكر الآن بماكينات كمبيوتر خاصة. نعم يا ريس، ربنا يعزك. أنا مبسوط بصورة المكنة دي أوي. أعلى دماغنا؟ الله يعزك. أنا ما نخش نصورها من جوه. ربنا يعز سيادتك.